عدنا تاني، قلنا بيعملوا لنا كده فاصل لطيف عشان يريحونا شويه. يبقى الريفيرسبل انتي كولين ستريس دي اقولها بطريقه لا تنسى، اللي هو بيقضي على الانزيم قضاء مبرما، فالاستاكين ما كسرش خالص، فيعمل جنرالايز باراسيمباتيك افكتس مش عارف ايه تاني. بيستخدم هقولها لك بسجعه كمبيد حشري او مبيد بشري، مبيد حشري او مبيد بشري في الوور بايزنز. انما اللي بنستخدمه في الطب الريفيرسبل اللي هو المرتجع، يعني عقار يبوظ الانزيم فيو مينتس، دقائق محدوده. فالاستايل كولين ما يكسرش الفيو مينتس، كميته تزيد. دي تفيدنا في ايه بقى؟ يزود الباراسمباتيك اكشن. لو عندي باراسمباتيك اكشن ضعيفه، البارا بيشتغل بالاستايل كولين، يبقى عاوز ازود الاستايل كولين شويه صغيره بس، مش ازوده جدا بحيث يشغل كله، ازوده حاجه بسيطه. يبقى استخدم الريفيرسبل انتي كولين استيزس اللي هم اشهر اثنين، الايزرين والبروستيجمين. ايزرين وبروستيجمين، حتى البروستيجمين ده هبقى احكي لكم باذن الله في النيرف ماسل، كان وراه قصه اكتشافه، قصه حب. زي ما قلت لك الاستايل كولين اكتشافه كان وراه دريم، حلم، حلم الراجل الالماني ده، قصه حب هبقى احكيها لطيفه قوي في اوانيها البروستيجمين. يبقى دي اهم نقطه في النقاط الاربعه في الاستايل كولين. تقدر تذكرني بالعناوين الاساسيه؟ تعال نقولها تاني. اول حاجه الثانسيس او الفورميشن، فاكر اسم الانزيم مقلوب ولا معكوس؟ اقلبه، كولين اسيتايل ترانسفيريز. طب تاني نقطه فاكرها، الستورج بيبقى في النوبز، يعني هنا الفورميشن في النوبز والستورج في النوبز. فاكر الفيسكل كانت كلير ولا جرانيولر بتاعت الكولينرجيك؟ كلير ولا جرانيولر؟ كلير، برافو عليكم. ثالث واحده اللي هو الريليس، فاكر الريليس كان فيه ثلاث كلمات، كهرباء اكشن بوتنشن، يفتح نوع التشانل بتاعت الكالسيوم اسمها ايه؟ ادم بالكهرباء، برافو عليكم. فولتج جيتد كالسيوم تشانل تطلع الاستايل كولين بالاكسيتوزيس. رابع نقطه هي الاهم يا شباب، وهي الديستراكشن. يبقى فهمت ليه في الاستايل كولين ديستراكشن، بينما في النور قديم لا، مش هنكسره، ما عندناش مانع يبقى في شويه في الدم. هبقولها لك في اوانيها، لذيذه جدا. ليه ربنا بيسيب شويه في الدم؟ لان هنا مميت، انما هناك لطيف جدا، يبقى في شويه نور ادرينال وادرينال في الدم، حلو خالص. مش مصرين على تكسير النور ادرينال وشقيقه اللي ما بيطلعش من السمباثاتيك، قلت بيطلع بعديها مضل. سيب شويه، هبقول لك ليه في اوانيها. اقولها لك من دلوقتي، خليك مور اليرت كده، مصحصح لي اكتر، متابعني اكتر في المحاضره، زود الالرتنس، الاراوزال، ودي حاجه مطلوبه في الحياه، شكرا ربنا لا يصر على تكسيره، ريموفال اساسا، ونسيب شويه مش مشكله، انما هنا ديستراكشن. بمين بقى؟ اعدل الاسم، اسيتايل كولين استريزس. ليه قالوا استريزس؟ لانهم نوعين، ترو او سبيسيفيك، في النيرف، في النيرف لازم يبقى ترو او سبيسيفيك. واللي موجود في البلازما البي مع البي اللي هو السودو. وليه موجود في مكانين؟ قلنا ان لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا، عشان ما يتجمعش يروح الدم ويعمل جنرايز باراسمباثيك افكتس وتش ار فيتال. فاحنا هنكسر معظم في النير، ولو تسرب شويه في البلاد. نحن لا نتعقب الاستايل كولين، نحن ننتظره في البلازما نكسره. وخدنا ادويه اللي اسمها الانتي كولين استريزس ريفيرسبل، زي الايزرين والبروستيجمين بيستخدموا في الطب، تحفظهم صم، من اهم الادويه دول ايزرين والبروستيجمين. البروستيجمين يسموه نيوستيجمين، اسم تاني مش مهم قوي الاسماء دلوقتي تحفظها. وايريفيرسبل قلنا زي مبيد حشري او مبيد بشري اللي هو الور بويزنز، وكفايه عليك تحفظ الور بويزنز، لكن اللي عاوز اسمه بالظبط داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت. انا بحب الادويه يا اولاد واعشقها، لدرجه ان انا خدت في يوم من الايام شهاده من قسم الفارماكولوجي، عندنا دبلومه في علم الادويه، وبامتياز، بدرجه امتياز. حتى رئيس قسم قال لي احنا اول مره ندي حد من بره القسم بتاعنا حد امتياز في الفارماكولوجي. الادويه مهمه جدا في الطب. طيب اقلب الصفحات من فضلك، نيجي بقى لصفحه هي درة مش الاوتونوميك، مش الفسيولوجي، درة الطب.
لا يمكن هتبقى طبيب كويس وتستخدم الدراجز الأدوية بصورة كويسة وانت فاهم مش مع الاعتذار يعني بقال فاهم كل دراج بيشتغل ازاي والسايد افكتس كويسة ازاي الا لو فهمت الصفحة دي. وهذا لا يعني انها صعبة. اربع معلومات. والطفل لحد خمس سنين ممكن يريتين يحتفظ باربع معلومات. فانت لو ما قدرش يحتفظ بيهم هحسب لك معامل الذكاء ولا داعي للتعقيد. برضو مرة اخرى كعادتي في شرحي انه لازم اوريك الصورة كاملة البيك بيكتشر مش حتة وانت مش فاهم الدنيا التانية بيحصل فيها ايه. انا فاكر زميل فاضل كان جه هنا وصل ترونتو قبلية يعني كنت هوصل بعديه فقال لي طب اعمل لي خريطة كده عشان عاوز اروح شوية حتة بعد فيو دايز اما تيجي. عملت له خريطة كده بطريقة جميلة الفول بيكتشر. جي قال لي انا مشيت في المدينة دي برغم انها واسعة جدا خامس اكبر مدينة في نورث امريكا لو حسبت امريكا وكان على بعض دي نمرة خمسة في الاتساع. قال لي مشيت كأن انا ابن المدينة دي. حلو قوي الجلوبال بيكتشر دي. تعال نشوف. فانا هوريك الصورة الكاملة. الكيميكال ترانسميترز مش في الاوتونوميك. في الاوتونوميك والسوماتيك في كل الايفريم موتور فايبرز. دي هتخليك تفهم اكتر. ازاي بيشتغل الايفريم موتور فايبرز. الاول اتفقنا مفيش حاجة صعبة. اربع معلومات فقط. وهنقولهم مرارا وتكرارا. لو اعتبرنا المستطيل ده هو السنترال نيرفس سيستم. واحنا قلنا في الاوتونوميك فاكر رقم السعد اللاك نمبر كان رقم ايه تملي؟ رقم اثنين. ما هو بيطلع تو ترانسميترز استايل كولين اللي برمزه باللون الاسود والفايبر بتاعته باللون الاسود والنور ادرينال اللي برسمه باللون الاحمر والفايبر بتاعته باللون الاحمر عشان نبقى متفقين. نستغل الالوان. هو ليه ربنا خلانا نشوف بالالوان؟ لانها بتساعد الذاكره. هنقولها في محاضرات السبيشال سنسز باذن الله عندي كلام حلو فيها العام القادم باذن الله بالنسبه لطلبه الفرقه الاولى. يبقى وي هاف تو ترانسميتر استايل كولين نور ادرينال. تعال نشوف بقى الفايبرز اللي في السنترال نيرفس سيستم الايفرين او موتور فايبرز. رقم السعد كام يا اولاد؟ 2. يمكن تقسيمها الى مجموعتين. الفايبرز اللي صادره راسا من السنترال نيرفس سيستم هنسميها سنترال فايبرز. اما اللي صادره من الجانجليا يعني من بره السنترال اظن بالعقل هيسموها ايه؟ بريفيرال فايبرز. يبقى الفايبرز الموتور فايبرز نوعان كل ينقسم الى نوعين. ما تجيش احلى من كده واسهل من كده. يعني اربع معلومات لو طفل عنده خمس سنين هيلقطها مني. يبقى نوعين من الفايبرز اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم دايركتلي هنسميه سنترال. اللي طالع من الجانجليا يعني من بره يسموها بريفيرال. وكل ينقسم الى نوعين. انت تعالى فكر معايا. واحنا الموتور فايبرز في كام احتمال؟ في احتمالين. يا فولانتري سوماتيك يا انفولانتري اوتونوميك. يبقى لازم السنترال فايبرز اللي طالعه من السي تبقى نوعين. يا سوماتيك للاذكياء بقى ما تقولش اوتونوميك تقول حاجه احلى منها. الاوتونوميك ده تو ايفرنس. مين اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم؟ البري جانجليونيك اوتونوميك. يبقى السنترال فايبرز نوعان يا سوماتيك يا بري جانجليونيك اوتونوميك. وخد بالك السوماتيك ده ايفرن كان رقم السعد بتاعه واحد. خلصنا كده السوماتيك. طب نيجي البريفرال فايبرز. البريفرال فايبرز نوعان هتطلع من الجانجليا يا اما بوست جانجليونيك بارا سمباثاتيك يا اما بوست جانجليونيك سمباثاتيك. يبقى لو عرفنا الكيميكال ترانسميترز في الاربع مواضع دول يبقى حضرتك دلوقتي عرفت كل الموتور سيستم في الجسم الايفري موتور فايبرز. نقولها تاني سهل. يبقى قسموا الفايبرز اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم سنترال فايبرز. اللي من السنترال سنترال. اللي مش طالع من السنترال من الجانجليا بريفرال فايبرز. تمام؟ كل ينقسم الى نوعين. السنترال فكر فيها انت اللي هتجيبها. هو احنا الموتور فايبرز نوعين يا فولانتري سوماتيك يا انفولانتري اوتونوميك. بس الطالب الهايل يقول يا سوماتيك. مين اللي طالع من السنترال نيرفس سيستم؟ الاوتونوميك فردتين. اللي طالع هو البري جانجليونيك اوتونوميك. طب والبريفرال اللي طالع من الجانجليا؟ في احتمالين.
يا إما post ganglionic parasympathetic يا إما post ganglionic sympathetic. فلو عرفت لي chemical transmitters في الأربعة دول يبقى أنت عرفت الترانسميتر في كل الموتور سيستم، يبقى أنت هتبقى هايل في علم الأدوية. تعال نشوف دلوقتي السوماتيك فايبرز، ما احنا قلنا بتطلع استايكولين. طيب والبري جانجليونيك اوتونوميك برضو بتطلع استايكولين، سواء كان بري جانجليونيك بارا او بري جانجليونيك سيمباثاتيك، انكلودينج البري جانجليونيك سيمباثاتيك فيها جزء بيروح للادرينا مضلة، لان احنا قلنا الادرينا مضلة دي تعتبر سيمباثاتيك جانجليون، فاللي رايح لها بري جانجليونيك سيمباثاتيك. يبقى كل السوماتيك وكل البري جانجليونيك اوتونوميك، كل البارا وكل السيمباثاتيك، حتى بما فيها اللي رايح للادرينا مضلة، كل ده بيطلع سايكلين. وقال لي ده الموضوع سهل جدا، يعني نص الموضوع خلص. قلت له صح، كل السنترال فايبرز بتطلع سايكلين فنسميها كولينرجيك. قلت له صح. قال لي ده انا هقول لك ازاي تحفظها. قلت له قول لي. قال لي all central fibers بحرف السي في الجسم are cholinergic بحرف السي. قلت له هاي برافو عليك، انت كده حفظتها لي. all central fibers are cholinergic. قال لي بس انا حفظتها لك، بس انت قلت هتفهمها لنا. هو ليه كل central fibers سواء كانت سوماتيك او pre-ganglionic autonomic بتطلع نفس المادة الكيميائية اللي هي الاستايكولين؟ ليه كل السنترال كولينرجيك بيطلعوا استايكولين اللي هي النقطة السوداء دي؟ قلت له سهلة جدا، تيجي نفكر. هو ايه المطلوب من السوماتيك فايبرز في الجسم؟ من الكيميكال ترانسميتر هنا عند السوماتيك، ان ينقل الكهرباء من النيرف للمصل. طب وفي الاوتونوميك مطلوب الاستايكولين يعمل ايه؟ ينقل الكهرباء من البري جانجليونيك نيرونز الى البوست جانجليونيك نيرونز. يبقى في السوماتيك عاوز ينقل الكهرباء من النيرف المصل، وفي الاوتونوميك من البري جانجليونيك للبوست جانجليونيك. يبقى نفس الوظيفه، نقل الكهرباء، يبقى تؤدى بنفس الترانسميتر وهو الاستايكولين. وظيفه واحده وهي نقل الكهرباء تؤدى بالترانسميتر واحد وهو الاستايكولين. يبقى شيء رائع فعلا، الموضوع فيه فهم. ادام نفس الوظيفه، المادة الكيميائية مطلوب منها هنا تنقل كهرباء وهنا تنقل كهرباء، يبقى في الحالتين نقل كهرباء، يبقى نفس المادة تعمل نفس الشيء وهو نقل الكهرباء، هنا من النيرف المصل وهنا من البري جانجليونيك للبوست جانجليونيك. طالب أشطر مني شوية قال لي بقى أنا بقى هفهمك اللي بعدها. أنت قلت إن السنترال فايبرز كلهم المادة الكيميائية لها وظيفة واحدة فتؤدى بترانسميتر واحد. البريفرال فايبرز بقى نوعان برضو، احنا قلنا كل حاجة اتنين، يا بوست جانجليونيك بارا يا بوست جانجليونيك سيمباثاتيك. وانت قلت لنا ان البارا سيمباثاتيك عكس السيمباثاتيك، حتى قلناها خلف الله خليفة خلف خلاف المحامي، فاكرينها؟ شاهد ما شافش حاجة في معاد الإمام. البارا عكس السيمباثاتيك، يبقى هنا إذا البارا قال يمين السيمباثاتيك هيقول شمال، والعكس بالعكس. السيمباثاتيك في اورجان تاني قال هعمل اكسايتيشن يبقى البارا يعمل له انهيبيشن، البارا قال انا هعمل الاكسايتيشن يبقى السيمباثاتيك يعمل انهيبيشن، فيبقى هنا وظيفتين عكس بعض. يبقى 100% هنا لا يعقل ان نفس الماده الكيميائيه تعمل وظيفتين عكس بعض، فيبقى لازم هنا يبقى في كام ماده كيميائيه؟ اثنين، واحده للبارا هي برضه الاستايكولين، يعني البارا لم يعرف غير الاستايكولين، بيطلع هنا استايكولين وهنا استايكولين. اما السيمباثاتيك بيطلع الماده المعاكسه وهي اوعى تغلط النور ادرينالين. السيمباثاتيك ما بيطلعش ادرينالين الفايبرز، بيطلع نور ادرينالين. ادرينالين ده بيطلع من غده الادرينال المضله، ده هرمون بيدخل الدم مش كيميكال ترانسميتر، نور ادرينالين. فلو حلو قوي، يبقى تعالى نلخصها بقى. يبقى اتفاق الوظيفة في السنترال فايبرز أدى إلى اتفاق الترانسميتر، هنا نقل كهرباء في السوماتيك وهنا نقل كهرباء من البري للبوست، وظيفة واحدة تؤدى بترانسميتر واحد أسيتايلكولين. يبقى كل السنترال فايبر كولينيرجيك، إنما البريفرال فيها بوست جانجليونيك بارا وفيها بوست جانجليونيك سيمباثاتيك عكس بعض، ف
فالبارا بيطلع استايلكولين والبوست جانجليونيك سيمباثيتك يطلع نور ادرينالين. حلو قوي، يبقى كده فاهمين. بس في اكسبشن، يعني ايه؟ قلت له في اثنين سيمباثيتك مع انهم سيمباثيتك بيطلعوا برضو اسيتايلكولين زي البارا، ولانهم هما دول اكسبشن بيجوا كتير قوي في الامتحان. مين الاثنين بوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي ما بيطلعوش نور ادرينالين وبيطلعوا استايلكولين؟ سويت جلاندز غدد العرق والبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسلز. ما بتكلمش عن السكيليتال ماسل، السكيليتال ماسل دي سوماتيك، بتكلم على البلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسلز. دول برغم انهم سيمباثيتك بيطلعوا استايلكولين. الطالب قال لي كده انت القاعده اللي حطيتها كانت حلوه قوي كده لخبطتها. قلت له لا ما لخبطتهاش، مفيش ولا كتاب في العالم مجاوب ليه الاثنين اكسبشنز دول بيطلعوا استايلكولين، ليه السيمباثيتك في الاثنين دول بس تبقى حافظهم صم، هما دول بيجي فيهم الامسكيوس وات جلانس وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل ما بيطلعوش نور ادرينالين وبيطلعوا استايلكولين. هجيبها لك للواجهه الاجتماعيه، لان انا في محاضراتي اهتم بالفهم ولا شيء سوى الفهم، ففكرت فيها وتاكدت انه وراء الخالق دائما ابدا. ليه الاثنين دول بيطلعوا استايلكولين زي البارا مع انهم سيمباثيتك بوست جانجليونيك سيمباثيتك؟ اولا السويت جلاندز في الجلد ما عندوش بارا، عنده سيمباثيتك بس، والبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسلز اللي موجوده في الليمز والابدومينال والثوراسيك وول ما عندهاش بارا، عندها سيمباثيتك بس. يبقى الحتتين دول فيهم السيمباثيتك لوحده، مفيش بارا يعمل عكسه، يبقى من حقه يطلع الترانسميتر اللي نفسه فيه، فعشان كده طلع استايلكولين. واحد قال لي من فضلك من فضلك، يعني هو عشان لوحده ومن حقه يطلع اللي هو عاوزه لازم يخلف؟ ما هو طول عمره بيشتغل بالنور ادرينالين، ما كان كمل بالنور ادرينالين. احنا فاهمين انه لوحده المكانين دول فيهم سيمباثيتك بس، مفيش حد هيعمل عكسه يطلع الترانسميتر اللي يروق ليه، لان مفيش معاه بارا، هو لوحده يعملها من اي ماده كيميائيه، وطول عمره شغال بالنور ادرينالين، ما كان كملهم بالنور ادرينالين. قلت له لا، الاستايلكولين هنا هو الترانسميتر الانسب. ولما اقول وجبتها لكم سؤال سكريتو موتور سيستم، مين السيستم اللي بيعمل سكريشن؟ البارا. بايه؟ بالاستايلكولين. فلما السيمباثيتك بيعمل سكريشن سويت سكريشن، الانسب السكريشن ده الانسب ليه انه يحصل بالاستايلكولين. طب النقطه الثانيه، قلت البارا في كل الجسم، في كل الجسم، ولسه جايبينها سؤال، انا ما بحطش الاسئله اي حاجه بيزد على اللي جاي عشان تتعلم، بيعمل في كل الجسم فازو دايلتيشن ما عدا في الكورونري. يعني الفازو دايلتيشن اساسا ده وظيفه ايه؟ البارا. طب السيمباثيتك في السكيتال ماسل بتاعت الفايت عاوز دم كتير، يبقى عاوز يعمل لها فازو ايه؟ دايلتيشن. زي مين؟ زي البارا. يبقى الانسى بيشغلها بالترانسميتر بتاع البارا اللي هو الاستايلكولين. يبقى ليه السيمباثيتك في الحتتين دول طلع استايلكولين؟ الاجابه تنقسم الى شقين، تابعني كويس قوي. الاول ان في الحتتين دول مفيش بارا، مفيش بارا للجلد ومفيش بارا للليمز والابدومينال والثراسك، كله هما في مسكيتا مصر سيمباثيتك لوحده يعمل اللي عاوزه، مفيش حد هيعمل عكسه. طب ليه اختار الاستايلكولين وما كملش بالنور ادرينالين؟ لان الاستايلكولين هو الانسب للوظيفه هنا، هيعمل سكريشن، والسكريشن دي اساسا وظيفه البارا اللي بتحصل بالاستايلكولين. هيعمل فازو دايلتيشن هنا اللي هو اساسا وظيفه البارا، هو اللي بيعمل فازو دايلتيشن، يبقى الانسب يعملها بالاستايلكولين. حتى اقولها بطريقه لطيفه اكتر عشان تفهمها، بتخيل ديالوج كده ما حصلش بين السيمباثيتك والبارا، فبقول السيمباثيتك بيقول للبارا يا بارا من فضلك انا عارف ان انت بتاعت السكريشن، انا عارف ان انت السكريتو موتور سيستم، انت بتاعت سكريشن، بس سيبيلي السويت جلاندز اعمل لها سكريشن لانها دي تلزمني في الفايت، يعني الفايت لازم اعرق
عشان حرارتي ما توصلش 43 واموت، فمعلش عشان خاطري سيبها لي دي. انا عارف يا بارا انك بتعملي في كل حاجه فازو دايلتيشن، بس معلش سيبيلي السكيليتال ماسل انا هروح لها عشان دي محتاجها في الفايت، واعمل لها فازو دايلتيشن، وما تخافيش هعمل لها برضو بالاستايل كولين. فسيبهم لي السويت جلانز، انا عارف ان انت بتاعت سكريشن، وسيبيلي البلاد فيسل سكيليتال ماسل، انا عارف يا بارا ان انت بتعملي الفازو دايلتيشن، سيبهم لي عشان خاطري، لان دول مهمين قوي ليا في الفايت، وعشان ما ازعلكيش هشغلهم بنفس الماده اللي انت بتشتغلي بيها اللي هي الانسب للسكريشن والدايليتيشن اللي هي الاستايكولين. فلم يكن الاختلاف لذات الاختلاف، وانما كان لانه وراء الخلق خالق قوه عاقله اسميها الله. يبقى كل مره بشرح في السيولوجي I realized أكثر من أي شخص آخر أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. تعال بقى، لأن دي أهم صفحة مش في الأوتونوميك، مش في الفيسيولوجي، في الطب، لأن الدراجز كلها اللي هنلعب بيها في الطب معظمها، آسف عشان أبقى يعني دقيق في الحتة دي. تاني عاوز اعرف الكيميكال ترانسميترز في الموتور فايبرز. تاني معلش انا قلت مش عيب، بس اديني فرصه عيب في الحاجات المهمه. قلنا كام رقم الساعه؟ 2 2 كله ينقسم الى 2. الاوتونوميك كل حاجه تقول 2 الاول. في كام نوع من الفايبرز؟ لو طالعه من السنترال نيرفس سيستم هنسميها سنترال، من الجانجليا هيبقى بريفرنت. يبقى وي هاف تو تايبس اوف افرنت او موتور فايبرز، سنترال اللي طالعين من السنترال نيرفس سيستم، وبريفرال طالعين من الجانجليا. كل ينقسم الى ايه من غير ما نفكر؟ 2 السنترال يا فولانتري سوماتيك يا اما انفولانتري، بس قولها صح بقى. مين اللي طالع من السنترال؟ بري جانجليونيك اوتونوميك. طب نيجي البريفرال، نوعان، يا بوست جانجليونيك بارا يا بوست جانجليونيك سيمباثيتك. لو انت عرفت الاربع اماكن دول، اربعه بس يعرفهم طفل في خمسه ابتدائي، بيطلعوا ايه؟ يبقى انت عرفت الكيميكال ترانسميتر في كل الموتور سيستم. نسهلها، قلنا كل السنترال فايبر بحرف السي كولينيرجيك، بتطلع كلها استايل كولين. اي فايبر طالع راسا من السنترال نيرفس سيستم ينتهي يطلع استايل كولين. واحنا هنا بنفهم، واحنا بس اللي بنفهم ليه كل السنترال فايبرز اشتركت في ترانسميتر واحد، وظيفة واحدة تؤدى بترانسميتر واحد. بننقل كهرباء هنا من النيرف للمصل، هنا من البري جانجلونيك للبوست جانجلونيك، هنا برضو من البري جانجلونيك للسيلز اللي هي بتاعت البوست جانجلونيك، كلهم نقل كهرباء، نفس الوظيفة نفس الترانسميتر استايكولين. يبقى البريفرال جاوبت عن نفسها، البريفرال عندي يا إما بوست جانجلونيك بارا يا بوست جانجلونيك سيمباثيتك، وظيفتان مختلفتان، ده عكس ده. يبقى ما ينفعش نفس الماده الكيميائيه تعمل وظيفتين عكس بعض. فالبارا كمل بالاستايكولين، والسيمباثيتك طلع ماده جديده بقى اللي هي نور ادرينالين. فين الصعوبه بقى؟ الحته الرهيبه اللي مش شفتوها في كتاب في العالم. يبقى دور جوجلت ما عدا حتتين، تفسير عند العبد الله، وهو تفسير واحد انه وراء الخلق خالق، ما عدا حتتين بيجوا في الام اس كيو. مين الحتتين؟ البوست جانجلونيك سيمباثيتك اللي ما بيطلعوش نور ادرينالين ويطلعوا استايكولين، وهتحفظها بصوتي. الناس بتقول لي بنسمع صوتك في ودنا في الامتحان، سويت جلانس، قولها صح، ما قلتش سكيتال ماسل، بلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز. وفسرتها ليه؟ الحتتين دول فيهم سيمباثيتك لوحده يطلع اللي هو عاوزه. طب ليه ما بيطلعش نفس الماده؟ لان دي الماده الانسب. السكريشن ده اساسا وظيفه البارا بيؤديها بالاستايكولين، الفازودايلتيشن ده اساسا وظيفه البارا بيؤديها بالاستايكولين. هو ده الفهم، والا فلا. في ثلاث اسئله هنا ام اس كيو، انا حافظ الاسئله وورد وايد. المحاضره دي تسمعها، كل ما تسمعها اكتر فانت في سيف سايت، في الطب مش في الاوتونوميك. السؤال الاول، بص على الرسمه من فضلك. من هو الترانسميتر الاكثر شيوعا في الموتور سيستم؟ اللون الاسود ولا الاحمر؟ الاسود استايكولين، وي جاست وان اكسبشن،
مين الاكسبشن الوحيد اللي ما يطلعش اسيتايلكولين؟ الطالب الاهبل يقول لي سمباثاتيك. لا، سمباثاتيك فردتين، بري وبوست. الوحيد اللي بيطلع نورادين هو البوست جانجليونيك سمباثاتيك للطالب الممتاز. يبقى مين الوحيد اللي بيطلع نورادين؟ الالوان تساعدك هنا، مش سمباثاتيك فرده في السمباثاتيك، بوست جانجليونيك سمباثاتيك. الاوائل بقى يكملوها. حتى هذا الاكسبشن لم يخلو من اكسبشن ما عدا اللي رايح للسويت جلاندز والبلاد فيسلز وسكيتال ماسلز. كان هذا هو السؤال الاول في الام اس كيو. الترانسميتر الاكثر شيوعا هو الاسيتايلكولين، اللي هو اول ترانسميتر اكتشفه الانسان. فاكر في فقره المعلومات العامه في سنه كام؟ قولها انت. 1936 اول واحد، ده الاكثر شيوعا. وي جاست وان اكسبشن، فرده في السمباثاتيك بوست جلانديك سمباثاتيك الاوائل. حتى هذا الاكسبشن الوحيد له اكسبشن ما عدا سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز. عارف سؤال تاني جميل جدا، ان كل ما هو بارا سمباثاتيك فهو اسيتايلكولين. يعني دي مهمه قوي. البارا سواء بري جانجلونيك او بوست جانجلونيك بيطلع اسيتايلكولين. نص العنيسه، كلما هو بارا فهو أسيتايلكولين. شو بقيت الجملة بقى؟ وليس كلما هو أسيتايلكولين بارا سيمباثاتيك. يعني البارا لازم يطلع أسيتايلكولين، لكن ما تاخدش النص التاني غلط. ده مش معناه أن الأسيتايلكولين مش موجود غير عند البارا. هقولها بطريقة لن تنساها ما حييت. إن كلما هو بارا فهو أسيتايلكولين. البارا لم يعرف في حياته سوى الأسيتايلكولين، بينما الأسيتايلكولين عرف ناس غير البارا، طلع في حتة تانية مهاش بارا. أذكر مواضع الخيانة الثلاثة. فين ثلاث مواضع الأسيتايلكولين خان البارا وطلع في حتة غير البارا؟ البارا ما خانوش أبدا طول عمره، البارا ما يعرفش غير الأسيتايلكولين، إنما الأسيتايلكولين عرف ثلاثة تانيين غيره. عد معايا على صوابعك. كل السوماتيك أهم، ما هماش بارا، سوماتيك مش اوتونوميك خالص بالاسيتايلكولين. ادي اول موضوع الاسيتايلكولين ما هوش بارا. كل البري جانجلونيك سيمباثاتيك، سيمباثاتيك ما هوش بارا بتطلع اسيتايلكولين. الموضوع الثالث، تو اكسبشنال بوست جانجلونيك سيمباثاتيك سويت جلاندز اند بلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز. ده اصعب سؤال في الام اس كيو، لان معظم الناس حطت حقيقة غلط في دماغها. تقول لك كل ما هو بارا فهو أسيتايلكولين، كل ما هو أسيتايلكولين فهو بارا. النص الأولاني صح، كل ما هو بارا فهو أسيتايلكولين، وليس كل ما هو أسيتايلكولين بارا. مفيش كلام زي كده. أذكر مواضع الخيانة الثلاثة. فين ثلاث حتت ما هماش بارا وفيهم أسيتايلكولين؟ عد معايا. واحد سوماتيك، كل all سوماتيك، all pre-ganglionic sympathetic، و two exceptional post-ganglionic sympathetic، نمرة ثلاثة sweat glands و blood vessels و skeletal muscle. ثالث سؤال في الام اس كيو صعب جدا، انا حافظهم واحد واحد. صدق او لا تصدق، مين الترانسميتر في الادرينال ميدلة اللي بيخليها تطلع ادرينالين 80% ونور ادرينالين 20%؟ الاسيتايلكولين. يعني الاسيتايلكولين هو اللي بيطلع اعدائه اللدودين اللي هم الادرينالين والنورادين. الكيميكال ترانسميتر في الادرينال ميدلا، صدق او لا تصدق، بليف ات اور نوت، هو الاسيتايلكولين، هو اللي بيطلع ادرينالين والنورادين. طيب ده الجزء الاهم في الموضوع. انتقل للجزء الثاني وهو يستنبط من الجزء الاول. انت قلت لنا انه كل فايبر بتطلع اسيتايلكولين قصادها ريسبتور يستقبل الاسيتايلكولين، وصادها ريسبتور. فقول لنا بقى how many types of cholinergic، او الاول نقولها يا شباب، how many types of، قبل ما ننتقل للريسبتور، how many types of cholinergic fibers you know. قلنا الاجابه اي حاجه في الكترونيك هتقول ايه؟ I know two types. في central cholinergic اهي اللي بلون الاسود، وفي peripheral cholinergic اهم. يبقى central cholinergic وبريفرال كولينرجيك، كله ينقسم الى اثنين. مين السنترال كولينرجيك؟ مين الفايبرز السنترال بتطلع اسيتايلكولين؟ اول سوماتيك
وall pre-ganglionic autonomic ادي اتنين. طب والبريفرال اللي بيطلعه استاذ كولين all post-ganglionic para with two exceptions sympathetic sweat glands blood vessels of skeletal muscles. ده سؤال شافوي. قول الكولينيرجيك فايبرز اللي في جسمك اللي بيطلع استاذ كولين اي حاجة في اتنومك هتقول ايه؟ اتنين كله ينقسم الى اثنين سنترال كولينيرجيك وبريفرال كولينيرجيك. كل واحد في اتنين السنترال بيشمل all somatic كل السوماتيك وكل البري جانجليونيك اوتونوميك حتى لو رايح الاديان مضله انها معتبره جانجلي. طب والبريفرال كولينيرجيك كل البارا لم يعرف في حياته سوى الاستايل كولين وتو اكسبشن سمباثيتك سويت جلاندز وبلاد فيسلز وسكيتال باسلز. نيجي للريسبتور يا شباب. قلنا ان الفايبر اللي بيطلع استالكولين في قصاده ريسبتور بيستقبل استالكولين ده يسموه كولينيرجيك فايبر ده يسموه كولينيرجيك ريسبتور. فبنفس المنطق لما اقول لي هاو ماني تايبس اوف كولينيرجيك ريسبتور جينو نوعين برضو اللي قدام السنترال فايبر شوف التسهيل سموهم سنترال كولينيرجيك ريسبتورز لانهم بيستقبلوا الاستالكولين اللي طالع من السنترال كولينيرجيك فايبر اللي هم السوماتيك وكل البري جانجليونيك اوتونوميك فاسمهم بدل سنترال كولينيرجيك فايبرز سنترال كولينيرجيك ريسبتورز. واللي قصاد البريفرال كولينيرجيك فايبرز هنسميهم بريفرال كولينيرجيك ريسبتورز. طب الصعوبه بقى في سؤال داخل سؤال كل واحد موجود فين؟ قول لي بقى. وهنا الرسمه لازم زي ما بقول انا اغمضت العين رايتها خلف الجفون بقى لها الرسمه هي حوالي نص ساعه صادق لازم تبقى تغمض عينيك شايفها. وان سالت عنها القلب تحرك بداخله المدفون. يلا نيجي هنا يا شباب. اسف. وان ورايتها القلب تحرك بداخله المدفون وإن سألت عنها العقل تحدث كالمجنون. ده كان قصيدة كتبتها من زمان. أنا إن أغمضت العين رأيتها خلف الجفون وإن واريتها القلب تحرك بداخله المدفون وإن سألت عنها العقل تحدث كالمجنون. أنا بتكلم عليها يا أولاد على الفسيولوجي على الصفحة دي دلوقتي. أنت عاوزك تذوب عشقا فيها. يبقى تاني عشان ما انتهش. How many types of cholinergic fibers you know؟ قلنا في الاوتروبيك هتقول اتنين في central cholinergic و peripheral cholinergic كلنا ينقسم لإيه الاتنين central cholinergic fiber all somatic و all preganglionic autonomic. طب والperipheral cholinergic all postganglionic para يبقى كله all ما عدا واحدة بس هنا exceptional postganglionic sympathetic sweat glands وبلاد فيسلز وسكيتال ماسل. ده الفايبرز. طب الريسبتورز نفس الكلمه. ادام عندي نوعين من الفايبرز سنترال كولينرجيك فايبرز وبريفرال كولينرجيك فايبرز يبقى قصاد دي سنترال كولينرجيك ريسبتورز وقصاد دي بريفرال كولينرجيك ريسبتورز. ده طالب ذكي او مش ذكي عادي حتى. طيب هنا بقى هيسالك قول لي موضع ريسبتور فين؟ يعني سؤال داخل سؤال. بص للرسمه هي بتجاوب. اول سنترال كولينرجيك ريسبتور هيبقى موجود قصاد السوماتيك فايبرز على المسل. الحته دي سموها نيورو ماسكولار جانكشن. طب ركز يبقى هو موجود في النيورو ماسكولار جانكشن. الريسبتور موجود على المسل ولا على النيرف؟ بص على الرسم على المسل. طيب الثانيه السنترال كولينرجيك ريسبتورز موجوده في اول جانجليا في كل الجانجليا بارا سمباثيتك سمباثيتك اور ادرينال مضله. طب ممكن تبص معايا هي معلش انا هنا نسيت ارسمها لكن حطيتها هنا الريسبتور. يعني الريسبتور موجود في الجانجليا لكن تفتكر على نهايه البري جانجليونيك ولا على رؤوس البوست جانجليونيك؟ الريسبتور هيبقى فين؟ على رؤوس البوست جانجليونيك عشان ده سؤال داخل سؤال. يبقى السنترال كولينرجيك ريسبتورز موجود على البادي بتاعت البوست جانجليونيك فايبرز البادي.
السؤال اللي بعده اسهل. طب البريفرال كولينرجيك ريسبتورز موجوده فين؟ على اول اورجان سبلايد بالبارا، كل الاورجان سبلايد بالبارا، دي سهله قوي. وعلى تو اورجانز بس سبلايد بالسمباثاتيك، اللي هم سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. يبقى تاني يا شباب، يبقى قلنا الفايبرز اللي بتطلع استايل كولين اسمها كولينرجيك فايبرز، اللي بتستقبل الاستايل كولين اسمها كولينرجيك ريسبتورز. يبقى اعيد اهم سؤالين تاني. How many types of cholinergic fibers you know؟ تعرف كم فايبر جوه جسمك بيطلعوا استايل كولين؟ قلنا في الاوتروميك الاجابه ايه تملي؟ هتقول اتنين، اللي طالعين من السنترال نيرفس سيستم يبقى سنترال كولينرجيك، واللي طالعين من الجانجل يبقوا بريفيرال كولينرجيك. كله ينقسم لايه؟ لاتنين. هنا all somatic و all preganglionic autonomic، ده السنتر. يبقى هنا all. طب نيجي البريفيرال، all post ganglionic parasympathetic fibers، كل البارا اللي بنعرف في حياتي سوى الاستايل كولين. يبقى هنا all. انما هنا ده اساسا بيطلع لنا دي تو اكسبشنال سمباثيتك، سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسل. ده الفايبر. هيغير لك صيغه السؤال، بدل ما يقول لك قول لي السنترال كولينرجيك فايبرز، لا قال لك سنترال كولينرجيك مش فايبرز، ريسبتورز. لو انت ذكي ما هي الريسبتور قصاد الفايبر، يبقى برضه في سنترال كولينرجيك ريسبتورز قصاد السنترال كولينرجيك فايبرز، وبريفرال كولينرجيك ريسبتورز قصاد البريفرال كولينرجيك فايبرز على الاورجن هنا، عشان كده حتى سهله. طيب سنترال كولينرجيك ريسبتورز اند بريفرال كولينرجيك ريسبتورز. السنترال كولينرجيك ريسبتورز هيسالك سؤال داخل سؤال، موجوده فين؟ اللي عند السوماتيك، عند النيورو ماسكولار جانكشن. سؤال داخل سؤال، فين بالظبط؟ على المصل، على المصل مش على النير. طب واللي في الجانجليا فين بالظبط؟ هنا على البوست جانجليونيك نيرون، على البوست جانجليونيك نيرون. البريفرال كولينرجيك ريسبتورز اسهل، موجود على كل الاورجانز، اول اورجان سبلايد باي بوست جانجليونيك بارا، وتو اورجانز بس سبلايد بالسمباثاتيك، هم اللي بيطلعوا استايل كولين، اللي هم سويت جلاندز وبلاد فيسلز اوف سكيتال ماسلز. الامريكان لقوا كلمه طويله، سنترال كولينرجيك ريسبتورز وبريفرال كولينرجيك ريسبتورز، فقالوا لا، لقوا ان السنترال كولينرجيك ريسبتورز والبريفرال كولينرجيك ريسبتور دول بيشتغلوا بماده الاستايل كولين، اتفقنا، عشان كده يسموهم كولينرجيك. يعني الاستايل كولين، الاستايل كولين يشغل الاثنين سنترال والاثنين بريفرال كولينرجيك. لكن لقوا حاجه جميله قوي قوي، ان النيكوتين بتاع ماده السجاير لو حقنته في شخص او استنشقته هيشغل بس السنترال كولينرجيك ريسبتور بس. فعشان كده سموا السنترال كولينرجيك ريسبتور اسم اسهل، واحنا قلنا الامريكان بيحبوا اختصار، بدل ثلاث كلمات سنترال كولينرجيك ريسبتورز سموها نيكوتينيك ريسبتورز، اللي هي في ماده التبغ. ولقوا ان البريفرال كولينرجيك ريسبتورز اللي هي موجوده في كل الاورجان بتاعت البارا واثنين سمباثاتيك بتشتغل بمادة اسمها ماسكارين. كثير من الزملاء ما يعرفوش الماسكارين دي جايبينها منين. دي جايبينها من نوع من الطحالب اسمه تودستول فانجس، وهي سامة بس استخدمناها في الأبحاث على الحيوانات. فمادة الماسكارين بتشتغل على دول بس، فسموا البريفرال كولينيرجيك ريسبتورز ماسكارينيك ريسبتور، تبقى أسهل شوية. يبقى تاني بقى هنقول السؤال والإجابة الأوائل. لو سألك how many types of central cholinergic receptors you know، ما تقولوش central cholinergic receptors و peripheral cholinergic receptors، محدش يقول كده النهاردة. هتقول nicotinic receptors و muscarinic receptors. nicotinic receptors اللي هم central cholinergic receptors، و muscarinic receptors اللي كان زمان بيسموهم peripheral cholinergic receptors. هيسألك فين النيكوتينيك ريسبتور؟ اهي تاني عندي النيورو ماسكولار جانكشن، فين بالظبط؟ على المصل. هنا فين؟ في كل الجانجليا، ما هو الاديان المضله معتبر جانجليا، فين بالظبط؟ على البوست جانجليونيك نيورون.
طب المسكارينيك ريسبتورز موجوده فين بالظبط؟ على كل الاورجان اللي سبلاي دي بالبارا وتو اورجان سبلاي دي بالسمباثاتيك. في نقطه تاني مهمه احب اقولها لكم، ليه لازم تقول نيكوتينيك ريسبتور ومسكارينيك ريسبتورز؟ لان النهارده دي جمله مهمه قوي، الكلاسيفيكيشن اوف ريسبتورز في العالم كله مش حسب السايت، دول قصاد السنتر كولينرجيك ولا قصاد البريفرال كولينرجيك، حسب السنسيتيفيتي تو سيرتن كيميكال دراجز، حسب حساسيتها. اللي حساسه للنيكوتين يسموها نيكوتينيك ريسبتور، اللي حساسه للمسكرين يسموها مسكرينيك ريسبتورز. ولا تنسى ان كل دول حساسين للاستايل كولين فهم كولينرجيك ريسبتورز. يبقى كل الاربعه دول، دي ودول وده ودول، كل دول حساسين للاستايل كولين، عشان كده سميناهم استايل كولين، كلهم كولينرجيك ريسبتورز. لكن دول اللي فوق اللي كانوا زمان يسموهم سنترال كولينرجيك لان هم قدام السنترال فايبرز حساسين للنيكوتين فقط فسموها نيكوتينيك ريسبتورز، انما دول حساسين للمسكرين فقط فسموهم مسكرينيك ريسبتورز. يبقى تاني يا شباب ما بزهقش الحته دي لازم اعرفها لك كويس قوي، هيسالك سؤالين، هاو ميني تايبس اوف، مره كولينرجيك فايبرز ومره كولينرجيك ريسبتورز، نفس الاجابه تقريبا، هاو ميني تايبس اوف كولينرجيك فايبرز، هتقول له نوعين، سنترال كولينرجيك وبريفرال كولينرجيك، كله ينقسم ايه؟ قلنا رقم السعد في الاوتونوميك ايه؟ 2. سنترال كولينرجيك نوعين، اول سوماتيك فايبرز واول بري جانجليونيك اوتونوميك. طب وهنا في البريفرال كولينرجيك اول بوست جانجليونيك بارا، هنا الوحيده دي اللي مش اول، وتو اكسبشنال سمباثيتك سويت جلاندز وبلاد فيسل مش كده مصر. قلنا قصاد الفايبر في ريسبتور، الفايبر بيطلع استايل كولين فهو كولينرجيك فايبر، ريسبتور اللي بيستقبله كولينرجيك ريسبتورز. هاو ميني تايبس اوف كولينرجيك ريسبتورز يو نو؟ تو تايبس. اللي قصاد السنترال كولينرجيك فايبرز كانوا زمان يسموهم ايه؟ سنترال كولينرجيك ريسبتور. حساسين لمين؟ لان التقسيم حسب السنسيتيفيتي مش حسب الموقع، للنيكوتين فيسموهم نيكوتينيك ريسبتورز. واللي قصاد البريفرال كولينرجيك فايبرز كان زمان بيسموهم بريفرال كولينرجيك ريسبتورز، حساسين لمين؟ للمسكرين اللي طالعين لها من التود ستول فانجس فيسموهم مسكرينيك ريسبتورز. يبقى وي هاف تو تايبس، نيكوتينيك ريسبتورز والمسكرينيك ريسبتورز. النيكوتينيك موجوده في حتتين، عند النيورو ماسكولار جانكشن فين بالظبط؟ بالظبط بص للرسم، سؤال ده كان سؤال المصري، وهنا عند كل الجانجليا فين بالظبط في الجانجليا؟ على اطراف البري ولا على رؤوس الريسبتور؟ لازم يبقى موجود فين؟ على رؤوس البوست جانجليونيك، على البوست جانجليونيك نيورونز. اما الماسكارينيك سهله، على كل الاورجان سبلايد بالبارا، لان البارا لم يعرف غير الاستايل كولين وتو اورجان سبلايد بالسمباثيك. فاضل 5 مينتس ونقفل واحد من اهم الموضوعات في الطب. نيجي بقى الدراجز يا شباب. الدراجز اللي بتشتغل على الريسبتور نوعان، الريسبتور ده زي اللوك زي القفل، والدراج اللي بيشتغل عليه زي الكي. المفتاح المشابه والمطابق يبقى ستيمولانت هيشغل الريسبتور، لو في مفتاح مشابه فيدخل في القفل لكن غير مطابق، في سنه زياده في سنه نقص ما يفتحوش، وبالعكس بالعكس منع دخول المفتاح الاصلي اللي هو الاستايل كولين فيسموه بلوكر. ودي نظريه بحب اقولها كنت في محاضراتي اللي هي كي اند لوك ثيوري، ان الريسبتور ده زي اللوك زي القفل، الدراج زي الكي. انت يعني بمعنى اخر اقولها بطريقه اسهل، امام اي ريسبتور تنقسم الادويه الى مجموعتين، اي ريسبتور في الجسم اللي يشغله يبقى ستيمولانت، وده لازم يبقى حاجتين صفتين، مشابه ومطابق. طب لو مشابه بس مش مطابق هيدخل وما يفتحوش ومنع دخول المفتاح الاصلي يبقى بلوكر. ليه انا بحب اقول الصفحه دي؟ انا عارف هطول عليكم النهارده، حاجه بسيطه يعني 7-8 دقائق، عشان بتثبت اللي قبليها. يبقى انت عندك كام نوع من الكولينرجيك ريسبتورز؟ نيكوتينيك ريسبتورز
وماسكارينيك ريسبتور. يبقى تتوقع في كام ستيمولانس، في كام نوع من المفاتيح لهذه الريسبتور؟ نوعين، مفاتيح تشغل النيكوتينيك ومفاتيح تشغل الماسكارينيك. يبقى كل حاجه في الاوتونوميك 2 لما يقول لك هاو ماني ستيمولانس يو نو فور كولينرجيك ريسبتورز، نوعان، نيكوتينيك دراجز تشغل النيكوتينيك ريسبتورز، وماسكارينيك دراجز تشغل ماسكارينيك ريسبتورز. خلاص سهل. يبقى نيكوتينيك وماسكارينيك. حتى اسهل مثال هنا للنيكوتينيك ايه؟ عارف اللي هو على اسمه سموا نيكوتينيك، نيكوتين سمول دوز، بس لازم يبقى جرعه صغيره، لان نيكوتين لارج دوز الشيء اذا زاد عن حده انقلب على ضده، بيبلوك ريسبتور. وده سؤال ام اس كيو. يبقى الاس ستيمولانت هو نيكوتين اس سمول دوز، افتكرها الاس مع الاس. يبقى نيكوتين اس سمول دوز هو ده اللي يشغل النيكوتينيك ريسبتور. والنيكوتينيك سموها نيكوتينيك ليه؟ لانها بتشغل بالنيكوتين، بس اضفنا معلومه بالنيكوتين السمول دوز. السمول دوز يستيميليت، اللارج دوز يبلوك. يبقى هتنسى نيكوتين اس سمول دوز، وطبعا لو جابها لك لو دوز هي هي بقى، مش لازم اس مع اس يعني. نيكوتين اس سمول دوز اس ستيمولانس، لو دوز هي هي. طب ومين يشغل ماسكارينيك؟ الماسكارين. في نقطه لطيفه جدا او نقطتين هنا في الام اس كيو. لو انا خدت ماسكارينيك دراج زي الماسكارين اللي هو ما بيستخدموهوش دلوقتي لانه توكسيك، قلت بيستخدموا بداله دراج اسمه بايلوكاربين. لو انا خدت ماسكارينيك دراج اللي هو كان مفروض تيبيكال الماسكارين بس توكسيك، فبنستخدم بداله واحد زيه بالظبط بس مش سام، اسمه بايلوكاربين. ده يشغل مين؟ يشغل ماسكارينيك ريسبتورز اللي هم مين؟ اللي هم كل البارا، all organ supplied by para، واثنين فوق البيعه سمباثاتيك. يبقى كل البارا واثنين سمباثاتيك. يبقى مين اللي يشتغل اساسا يا شباب؟ اللي يشتغل اساسا البارا. عشان كده سموا الماسكارينيك دراجز دي بارا سمباثوميميتيك، يعني الادويه التي تحاكي البارا، ميميتيك يعني ايميتيت، يحاكي او يشابه. يبقى فهمت ليه سموا الماسكارينيك دراجز، جيبها لك في الام اس كيو، باراسيمباثوميميتكس لطالب فاهم. لان انا لو خدت ماسكارينيك دراج، ما بناخدش الماسكارين نفسه اللي هو على اسمه سموا الماسكارينيك ريسبتور، الماسكارينيك ريسبتور، بناخد البايلوكاربين، هيشغل كل البارا، اول بارا، كل البارا، لكن فوق البيعه غصب عن عينيك في اثنين اكسبشن في السيمباثاتيك هيشتغل، سويت جلانس وبلاد فيسل وسكيتا مصر. المهم مين يشتغل اساسا؟ البارا، فيسموهم باراسيمباثو مايميتيك، باراسيمباثو مايميتيك. سؤال تاني، انا ممكن اشغل نيكوتينيك ريسبتور والماسكارينيك ريسبتور بطريقه اندايركت. يعني ايه؟ فاكر الانزيم اللي كان بيكسر الاستايل كولين؟ حتى انا رسمه في شكل سهمي، بعد ما الاستايل كولين يشتغل مين اللي كان بيكسره عند النيرفز؟ الترو اسيتايل كولين استريزيس. كان في ادويه بتبوظ اسمها انتي استايلكولين استريزيس، كانوا نوعين لو كنت فاكر. نوع يبوظه خالص 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 ريفرسبل، يبقى الاستايلكولين عمره ما هيتكسر خالص خالص خالص، يعمل لي جنرالايز باراسيمباثيك افكتس اتش ار فيتا اللي هو المبيد الحشري والمبيد البشري. ونوع يخدر الانزيم فتره صغيره فيقوي الاكشن شويه اللي هو ريفرسبل اللي هو الايزرين بوستيجمين. فانا ممكن اشغل النيكوتينيك اندايركت باني ادي ريفيرسابل انتيكولين استريس، او اشغل ماسكارينيك بنفس الحكايه ادي ريفيرسابل انتيكولين استريس اللي هو الازرين والبروستجمين. هنا ده ملوش دعوه بالريسبتور، عشان كده سموه اندايركت. ده يبوظ الانزيم، فلما الانزيم يبوظ استايل كولين ما يكسرش فيشغل هو الريسبتور. يعني مش الدراج اللي يشغل الريسبتور، استايل كولين، بس الدراج منع تكسير استايل كولين. يبقى النيكوتينيك ريسبتور والماسكارينيك النيكوتينيك دراجز والماسكارينيك دراجز كله ينقسم الى نوعين. هقول لكم حاجه، انا هقول الستيمولانز بس مش هقول بلوكرز عشان تركزوا معايا. هأرجئ البلوكرز الى المحاضره القادمه باذن الله. يبقى قلنا ان تجاه اي دراجز، تجاه اي ريسبتور، الدراجز تنقسم الى نوعين. اي ريسبتور على فكره النهارده نيكوتينيك وماسكارينيك، لكن قاعده عامه في علم الادويه. لو عندك ريسبتور الادويه حاجه من اثنين،
يا اما تشغلها تبقى ستيمولانس، قلنا اللي هو مفتاح ايه فاكر، مشابه ومطابق. لكن لو مفتاح مشابه بس مش مطابق هيدخل جواه وما شغلهاش ومنع دخول المفتاح الاصلي اللي هو الاستالكولين، يبقى سموه بلوكرز او استالكولين انتاجونس، منع المفتاح الاساسي اللي بيشغل الكولينيرجيك ريسبتور ولا اسمه تسمت كولينيرجيك اللي هو الاستالكولين، فيسموه بلوكر او استالكولين انتاجونس. دي اصعب شويه بس عشان ما اسهمش دماغك هارجئها المحاضره القادمه. خلينا في الاستيمولانس لان هما بيحفظونا الكلام اللي قبل كده. How many types of cholinergic receptors you know؟ اللي سنسيتيف، ما احنا قلنا التقسيمه مش حسب المكان، حسب السنسيتيفيتي تو سيرتن دراجز. اللي سنسيتيف للنيكوتين سموها نيكوتينيك ريسبتورز، اللي سنسيتيف للماسكارين سماها ماسكارينيك ريسبتورز. وعليه عندي نوعين من الاستيمولانس. نيكوتينيك دراجز لحتى اسمها بيغششك، نيكوتينيك دراجز بتشتغل على النيكوتينيك ريسبتور. شوف حتى الاكزامبل سهل، نيكوتين سمول دوز، يوم ما عاوز يعني تفلب بالاجابه كده سهله، لا دايركت ولا اندايركت، يبقى تقول في نيكوتينيك دراجز وماسكارينيك دراجز، تعيد نفس الكلمه ثلاث مرات. نيكوتينيك دراجز يشتغلوا على نيكوتينيك ريسبتور، والمثال نيكوتين سمول دوز. ماسكارينيك دراجز يشتغلوا على ماسكارينيك ريسبتورز، والمثال ماسكارين، بس قلنا لك الماسكارين سام فبقول بداله بايلوكاربين. فالسؤالين ام اس كيو نقفل، قلتهم قبل كده خلاص. لو انا خدت بايلوكاربين اللي هو ماسكارينيك دراج هيشغل مين؟ انت قلت هيشغل ماسكارينيك ريسبتور، اللي هم فين؟ اللي هم اول باراسيم اول اورجان سبلايد بالباراسيمباتيك، كل الاورجان بتوع البارا كلها هتشتغل، واتنين فوق البيعه سيمباتيك، يبقى مين يشتغل اساسا؟ كل البارا اشتغل، اتنين سيمباتيك. فعشان كده استحقوا الماسكارينيك ان يسموهم اسم تاني في الام اس كيو، الادويه التي تحاكي البارا، بارا سيمباثوماميتيك، لما تاخدها تشغل البارا. بس تبقى انت فاهم بقى طب وعلم ادويه انها بتشغل البارا بس فوق البيعه غصب عنها تشغل الاثنين اللي السيمباثيك طلع فيهم استالكولين، اللي هم سويت جلانس وبلاد فيسل وسكيتر ماسل. سؤال الام اس كيو الثاني والاخير، النيكوتينيك دراجز والماسكارينيك دراجز نوعان، اللي هيشتغل على الاف على الريسبتور نفسه يبقى دايركت زي نيكوتين سمول دوز هنا وزي ماسكارين او بايلوكاربين هنا. لكن انا ممكن اشغلها بطريقه ثانيه. ازاي؟ هي اساسا كولينيرجيك ريسبتورز، يعني بتشتغل بايه؟ كولينيرجيك. ليه سموها كولينيرجيك؟ لانها بتشتغل بالاستالكولين. يبقى انا امنع تكسير الاستالكولين، بس ايه رايك؟ ابوظ الانزيم اللي بيكسر الاستالكولين اللي اسمه ايه؟ معدول اسمه اسيتايلكولين استريجيس، يبقى الدراج اللي بيبوظه انتي 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 اسيتايلكولين استريجيس، او للتبسيط يقولوها انتي كولين استريجيس. طب ده عدي منه نوعين، نوع يبوظ الانزيم تماما 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 ايريفرسبل، لا بلاش فيه ده عشان ده الاستالكولين مش هيتكسر خالص، هيعمل جنرايز باراسمباتيك افكتس ويتش ار فيتال، فده مبيد حشري او بشري. خلينا في الريفرسبل اللي هو يخدره 10 دقائق ربع ساعه، يمنع تكسير الاستالكولين 10 دقائق ربع ساعه، فيزود الاكشن حاجه بسيطه، يبقى ريفرسبل اللي هو الايزيرين وال بروستاجمين. برضه اقول لكم لاخيره تاني وهعيد تاني الحته دي ونقفل بكده، ما تنساش الاثنين سنترال والاثنين بريفرال كلهم بيشتغلوا بالاستالكولين، يعني الاستالكولين كانه الماستر كي بيشغل الاربعه دول، شغل الاربعه دول. انما النيكوتينيك متخصص في الاثنين دول بس، والماسكارينيك متخصص في الاثنين دول. ما انا قلت التقسيمه النهارده حسب الحساسيه لماده كيميائيه مش حسب الموقع. فدول الاربعه الاثنين سنترال والاثنين بريفرال بيشتغلوا كلهم بالاستالكولين، ده الماستر كي بتاعه، عشان كده كلهم اسمهم كولينرجيك ريسبتورز. اثنين منهم بس يشتغلوا بالنيكوتين، نيكوتين فقط، نيكوتين شغل دول بس، فيبقى دول نيكوتينيك ريسبتورز. واثنين يشتغلوا بالماسكارين يبقوا ماسكارينيك ريسبتورز. قلت حيال اي ريسبتور الادويه هتنقسم الى نوعين، اللي شغله ستيمولانت اللي هو مشابه ومطابق، المشابه لكنه غير مطابق يبقى بلوكر. طب طالما انا عندي نوعين من الريسبتور، نيكوتينيك وماسكارينيك، نوعين من الاقفال نيكوتينيك وماسكارينيك،
تتوقع كم نوع من الستيمولنس؟ اثنين. نيكوتينيك دراجز تشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز، والمثال نيكوتين سمول دوز. ماسكارينيك دراجز تشتغل على الماسكارينيك ريسبتور، والمثال ماسكارين او الاحسن منه اللي ده سام بايلوكاربين. فين النيكوتينيك ريسبتور؟ انت عارفهم اهم، عند النيورو ماسكولار جانكشن على المصل، وفي الجانجليا عند رؤوس البوست جانجليونيك. طب فين الماسكارينيك؟ على كل الاورجن بتاعت بارا، كل الاورجن بتاعت بارا واثنين سمباثاتيك. يبقى ماخد ماسكارينيك دراج هيشغل كل البارا، كل البارا واثنين سمباثاتيك. يبقى مين يشتغل اساسا؟ البارا. فممكن يجيبوا لك باسم تاني الادويه التي تحاكي البارا، بارا سمباثو مايميتك، بارا سمباثو مايميتك، حاجه تحاكي البارا. زي واحد مثلا عنده البروستاتا متضخمه مش عارف يتبول، زي ما قالوا قناه مجرى البول. طب ما البارا هي اللي بتعمل ده عشان فايده الدواء، البارا هي اللي بتعمل ميكتوريشن، يبقى اديله دواء بارا سمباثو مايميتك، يعني يشغل البارا 10 دقايق كده ريفيرسبل مثلا، انتيكولين استريز او بايلوكاربين، هيشغل يشغل اي حاجه في البارا مش شغاله. يبقى الماسكارين يشغل اول بارا واثنين سمباثاتيك، يبقى مين يشتغل اساسا؟ بارا. فاي بارا اكشن ضعيف زي الميكتوريشن ضعيف بسبب تضخم البروستاتا، ضغط على مجرى البول، يبقى ادي العيان بارا سمباثوماتيك. بس يبقى فاهم هيشغل كل البارا بس هيشغل معاه اثنين سمباثاتيك. طب من هذين النوعين في نوعين، ما احنا قلنا في الاوتونومي كل حاجه نوعين، يا دايركت اللي هو زي النيكوتين سمول دوز هنا وزي البايلوكاربين هنا، يا اندايركت ممكن تشغلها بطريقه ثانيه. مش الادويه دي بتشتغل اساسا كلها بالاستايلكولين؟ اه. يبقى امنع تكسير الاستايلكولين وبيتكسر بالاسيتايلكولين استريزس، يبقى ادي دواء اسمه انتيكولين استريزس. ادي ريفيرسبل ولا ايريفيرسبل؟ تالي ريفيرسبل. الايريفيرسبل ده مبيد حشري او مبيد بشري. So we have two types of receptors, nicotinic and muscarinic. وعليه we have two types of stimulants. Nicotinic drugs تشتغل على nicotinic receptor، والمثال نيكوتين سمول دوز لو كان دايركت او indirect بانك تمنع تكسير الاستايلكولين بالريفيرسبل انتيكولين استريز. ومسكارينيك دراجز تشتغل على المسكارينيك ريسبتورز زي البايلوكاربين ده لو كان دايركت، او بالاندايركت بالريفيرس او الانتيكولين استريز اللي هو الايزرين والبروستاجمين. طب في حاله المسكارينيك بيشغل كل البارا واثنين سمباثاتيك فوق البيعه، يبقى استحقوا ان احنا نسميهم بارا سمباثو مايميتك، الادويه التي تحاكي البارا. لو اي اكشن في البارا ضعيف تبقى فاهم ازاي تشغله. تدي ماسكارينيك دراج او باراسمباثوميتك هيشغل كل البارا، بس غصب عنك كعرق جانبي هيشغل لك اثنين سمباثاتيك فوق اللعبه. انا مش هقول البوكر، ما قلتهاش عشان ما تتلخبطش، دي هبتدي بيها المره الجايه. هعمل مراجعه سريعه، مراجعه سريعه على اللي قلته ده على الصفحه اللي قبليها، ودي على عشان انا عارف ان دي واحد من اقوى الحصص في الاوتونوميك، فاعيدهم تاني واكمل بالبلوكرز وادخل على السمباثاتيك. ميبي ناخد محاضره نص في الاوتونوميك بدل محاضره فاضله، ميبي مش مشكله، بس نمشي بهدوء اكتر، فمش هقول بلوكرز دلوقتي. وفي النهايه لم يبقى الا ان اشكركم على حسن انصاتكم وعلى ان اديتوني وقتكم اللي هو زي ما بقول اغلى حاجه، واتمنى لكم التوفيق. وقلنا ان خد بالك بكره باذن الله هيبقى عندنا انترودكشن، الجمعه باذن الله هيبقى عندنا نيرف اند ماسل، وهيبقى كل مره الامتحان على المحاضره في نفس الماده اللي قبلها. احنا بنحاول نطور السيستم عشان تستفيد اكتر. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله.